هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. طبعا بالنسبه نبدا من العلاقه مع مصر، يعني طبعا توجد اتفاقيه للشراكه الاستراتيجيه مع روسيا منذ عام 2018. بالضبط، في مجالات عديده للتعاون مع روسيا زي التنميه الاقتصاديه في المنطقه الصناعيه في قناه السويس، زي في مجال النقل والمواصلات، زي طبعا الشركه اللي هي بتعمل في منطقه الضبعه اللي روز اتوم عشان المحطه النوويه. المحطه النوويه، مكافحه الارهاب والامن، يعني كل ده يعني حاجات. برضو كنت عايز اقول حاجه، التبادل التجاري بين الصين بين اسف بين روسيا والقاره الافريقيه كان 20 مليار في القمة السابقة، قمة سوسي. حاليا أعلن الرئيس بوتين أنه وصل 18. طبعا هو تأثر شوية من جراء الأحداث السياسية وموضوع أوكرانيا وخلافه، لكن متوقع أنه هو يعود. عايز أقول أن من بين ال 18 مليار دول 6 مليار لمصر، يعني مصر علاقتها التجارية مع روسيا تبلغ 6 مليار، فده طبعا هي والجزائر ونيجيريا يعتبروا من اوائل الدول الافريقيه اللي هي صاحبه العلاقات القويه التجاريه القويه مع روسيا. في كمان طبعا استثمارات في روسيا في افريقيا تصل لحوالي 40 مليار، وفي ديون ايضا قد يتم التنازل عن بعضها. خليني اقول لحضرتك عن الشركات، يعني في شركات روسيه فعاله زي مثلا شركه الروسا اللي هي بتعمل في تجاره الماس، شركه لوك اريل في مجال الطاقه، شركه روزاتوم اللي هي في محطه الضبعه في جنوب افريقيا، في مشروع للاستثمار والبحث عن الغاز في موزمبيق، شركة تدعى روزنيف، وهكذا. يعني